إذا بالنسبة لي الصفحة رقم 15 كما تلاحظون هنا. ثالثا، كثيرا ما تحدث في فصل الشتاء حوادث مرتبطة بالتدفئة تؤدي إلى وفيات بسبب مخاطر الاحتراق، مع العلم أنه يمكن تفادي هذه المخاطر إذا ما تم تعرف أسبابها وطرق الوقاية منها. هنا اللي مطلوب منا هو تحديد نوع الخطر، أحدد نوع الخطر، هناك حريق، انفجار، اختناق وتسمم. السؤال المطروح، انطلاقا من مؤشرات الوقاية، انطلاقا من مؤشرات الوقاية، إذا غنجزو بدفتر التقصي هذا الجدول، مطلوب منا تحديد نوع الخطر، وهنا راه عاطينا المؤشرات، يعني مؤشرات الوقاية غادي نقراو كل مؤشر على حدة، ومن خلال تلك القراءة سوف يتم تحديد نوع الخطر. إذا غنبداو بالمؤشر الأول، تجنب الأسباب المؤدية إلى اندلاع حريق، تجنب مثلث النار. إذا هنا ما هو نوع الخطر ملي تنقول الحريق، تجنب الأسباب المؤدية إلى اندلاع الحريق، النار؟ إذا هذا الشيء كامل تيدل على الحريق. إذا هنا نوع الخطر هو عبارة عن حريق. مؤشر الوقاية الثاني، تجنب تسرب غاز قابل للاحتراق مثل البوتان، تجنب تسرب غاز قابل للاحتراق. إذا هنا ماذا سيكون نوع الخطر؟ دونك إذا كان واحد المكان فيه تسرب غاز وهذا الغاز كان قابل للاحتراق، دونك سوف يؤدي بنا إلى ماذا؟ إلى الاختناق، واضح؟ لذا يجب تجنب تسرب أي غاز قابل للاحتراق. الآن بالنسبة للمؤشر الثالث، توفر التهوية الكافية للأماكن التي تستعمل فيها المحروقات، يعني هنا مذكور عندنا التهوية، وبالتالي لماذا يجب علينا توفير التهوية الكافية لتجنب ماذا؟ لتجنب الانفجار. الآن المؤشر الأخير، ضبط الاحتراق للتقليل من تكون الغازات السامة كأحادي أكسيد الكربون. هنا يا نوع الخطر أو لا الخطر المتبقي هو تسمم الغازات. ضبط الاحتراق لتقليل من تكون الغازات السامة لكي لا يحدث التسمم، يعني نوع الخطر هنا هو التسمم. نمر الآن إلى الخلاصة. يتدخل ثنائي الأكسجين في احتراق الأجسام داخل الهواء، دونك هادشي راه تكلمنا عليه في الدرس السابق، رجعوا ليه راه غتلقاو الرابط ديالو داخل صندوق الوصف. يحدث الاحتراق عندما تتوفر الشروط التالية، إذا ضروري من توفر مجموعة من الشروط لكي يحدث هناك احتراق. أول شرط، جسم ضروري، جسم قابل للاحتراق ويسمى المحرق، كومبستيبل مثل الفحم، البوتان، الورق إلى غير ذلك. شرط ثاني، جسم محرق، كومبيغون وهو ثنائي الأكسجين. ثالث شرط، مصدر طاقة حرارية، لهب، شرارة إلى غير ذلك. ينتج عن عملية احتراق جسم في الهواء الضوء والحرارة وبخار الماء وهباب الفحم وثنائي أكسيد الكربون. إذا بالنسبة لهاد العملية الاحتراق أو لهاد الأجسام اللي كاينة في الهواء، الضوء، الحرارة، بخار الماء وهباب الفحم وثنائي أكسيد الكربون، راهم اللي شفنا في التجربة الآن، يعني في ثانيا. أهم مخاطر الاحتراقات هي الحريق والانفجار والاختناق والتسمم. إذا هذه هي مخاطر الاحتراقات. إذا واضح؟ الآن نمر إلى أطبق وأستثمر. السؤال الأول هو، أحدد أسماء بعض الغازات من خلال توصيفات تالية. إذا يعكر الماء، إذا هنا نورمالمون ماء الجير ليس الماء فقط، وإنما إذا غادي نضرب على هذه، يعكر ماء الجير
ده الغاز ماذا سيكون؟ ثنائي اكسيد الكربون، اذا يعكر ماء الجير CO2 او ثنائي اكسيد الكربون. ثانيا ينعش الاحتراق ويؤدي الى اشتعال قطعه خشب متوهجه. اذا هنا ينعش الاحتراق، يعني شكون هو الغاز القابل للاشتعال؟ هو ثنائي الاكسجين O2. ثالثا هو احد المكونات الاساسيه للهواء ولا يساعد على الاحتراق. اذا الى رجعتوا الداس ديال الهواء اللي قبل غتلقاو الفيديو في القناه، قلنا ان الهواء كيتكون ليس فقط من ثنائي الاكسجين وحده، وانما من غازات اخرى، هو غاز اخر الذي يسمى ثنائي الازوت. ولكن شكون الغاز اللي كيتدخل في الاحتراق؟ فقط هو ثنائي الاكسجين، والغاز الذي لا يتدخل في الاحتراق هو ثنائي الازوت، لان ثنائي الازوت لا يساعد على الاحتراق. اذا ثنائي الازوت السؤال الاخير، يتكاثف على جدار اناء بارد على شكل قطرات ماء. اذا هو بخار الماء. الان نمر الى الثانيه. Pour s'éclairer, Amine a fabriqué une lampe avec une bougie et un verre. Mais au bout d'un temps très court, la bougie s'éteint. Ici, on a un verre et on a une bougie. Donc, A, j'identifie les raisons de l'extinction de la bougie. Donc, qu'est-ce qu'on va dire ici? Donc, علاش هاد لا بوجي طفات ما بقاتش شاعله؟ دونك اون فا دير 2A، لو ديوكسيجين سيبويزي دون لو فير اي ريست لو le diazote. يعني شكون اللي تيبقى عندنا؟ الغاز اللي كيبقى هو راه كتبناه هنا ثنائي الازوت لو ديازوت. بي ماتنون جيد امين ا تروفي اون سوليوشن بور كو لا بوجي برول لو بلو لونتون بوسيبل. يعني هنا خصنا نعاونو امين يلقى واحد الحل باش هذيك لا بوجي تبقى شاعله وما تطفاش لينا دغيا. اذا لا سوليوشن هي pour B. Donc Amine doit créer quoi? Des trous, يعني خصو يدير مجموعة من الثقوب dans le verre على مستوى الكأس باش كيسمح بدخول ثنائي الأكسجين، وبالتالي ستبقى الشمعة مشتعلة لزمن طويل أو لمدة طويلة شيئا ما. اذا غادي نكونوا كملنا درس الاحتراقات بالنسبة للصفحتين 14 و 15. اذا كنتمنى لكم التوفيق، ما تنساوش تخليوا اشتراك وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم دائما كل جديد. الى اللقاء.